أول تقرير هيكون معانا النهاردة هو الفحوصات من خلال الحملة العالمية واختبارات مجانية للنساء في مجال طب القلب. والحقيقة ده شيء عظيم جدا بيساهم في علاج كتير من الحالات الملحة لمرضى القلب. تعالوا أول تقرير معانا. تعتبر النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض القلب، ولذلك أطلقت حملة بعنوان اهتمي بصحتك فأنت امرأة بالتعاون مع خبراء القلب. احنا النهاردة جايين نعمل كامبين للسيدات اوفر الأربعين سنة، بنحاول نطمن على صحتهم عن طريق ان احنا بنعمل اكتر من تحليل بداية من الطول والوزن، وبنعمل تحليل سكر برضو عشوائي بنعرف اذا كان في قابلية ان يجي لها سكر او حاجة بعد سن الأربعين. في نفس الوقت بنقيس الضغط وبنعمل رسم قلب، نحاول على قد ما بنقدر لان بعض السيدات طبعا فوق الأربعين سنة بيبقى فيه قابلية اكتر ان يحدث امراض زي الضغط والسكر. احنا كلنا عارفين ان السيدات هم اكثر عرضة لامراض القلب وامراض الضغط وامراض السكر، فاحنا حبينا نشارك ان احنا نعمل تشيك اب. عارفين المصريين مش بيكسلوا شوية ان هم يروحوا للدكاترة، فاحنا قلنا ننزل احنا ليهم ونعمل تشيك اب سريع كده للامراض الاكثر شيوعا في المجتمع المصري. سيادة العالم تقول في امريكا كل دقيقة هناك امرأة تتوفى نتيجة امراض القلب، وفي العالم كل 5 ثواني امرأة تتوفى من امراض القلب. امراض القلب في النساء الاسباب بتاعها مثل امراض القلب في الرجال، بل في بعض الدول مثل الدول العربية والشرق الاوسط امراض القلب في النساء اكثر من امراض القلب في الرجال. نشر الوعي والمتابعة الدورية والفحص المبكر من اهم اسباب الوقاية من مرض القلب. عشان نعرف مرض القلب ازاي نتجنبه لازم نعرف عوامل الخطر. عوامل الخطر لمرض القلب: ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع السكر، ارتفاع الكوليسترول، زيادة الوزن، التدخين. اقول لكل ست لازم تعرفي رقمك، زي ما انت عارفه رقم الكريدت كارد بتاعك لازم تبقي عارفه رقم ضغطك، سكرك، كوليسترولك، لازم تبقي عارفه وزنك. نبعد تماما عن التدخين، التدخين بقى منتشر جدا بين الستات، ونقول ان التدخين مداره على الستات بيبقى حقيقه اكتر من الرجاله، لان شرايين الستات بتبقى اصغر من الرجاله فتظهر عندها المشكله اكتر. طبعا اهميه التوعيه بمرض القلب اهميه كبيره، لانه باهميه القلب نفسه، يعني القلب عضو مهم جدا وحاجه اساسيه في صحه الانسان وفي حياه الانسان، فالتوعيه ليه دي حاجه مهمه. اللي لفت نظري الحقيقه المره دي انها مش مجرد توعيه في العموم، لان ده احنا متعودين عليه، لا ده بالخصوص للمراه، ويعني حاجة تخصني جدا وحاجة مميزة جدا انها بالتحديد مهتمية بصحة المرأة، لان ده اللي انا عرفته مؤخرا من لما جيت هنا المركز، يعني انه المرأة ممكن يكون عندها القلب ومش عارفة، ما بتظهرش عندها الاعراض زي ما الرجل بتظهر عنده الاعراض.